الشعر، هنشوف الجهاز ولا هنشوف التقنية نفسها؟ هو الحقيقة إزالة الشعر بالليزر حاجة مشهورة من زمان، بس هو اللي بيميز جهاز عن آخر هو النتيجة الفورية الغير قابلة للعودة، أيوة، الآمنة اللي ممكن تتعمل في الجسم كله وبالذات في المناطق الحساسة اللي بعض الناس بتخاف منها، حروق أو أي حاجة ولا أي حاجة، كأن المريض خلاص يعني حضرتك بيدخل كأنه هو الجلسة من مرة واحدة تماماً. زي ما احنا شايفين كده ممكن الجسم كله يتعمل على جلسات، وبنبدأ مع المريض بالحاجات اللي مضايقاه أكتر، المناطق اللي مضايقاه أكتر نبدأ بيها، وبناخد سيشنز ممكن في جلستين ثلاثة المريض يتخلص لو شعره مش غزير قوي من جسمه كله، كل الشعر اللي في جسمه كله تماما بلا عودة. وعكس أجهزة ليزر قديمة كان ممكن المريض ياخد وقت على ما الشعر يقع لأنه بيأثر على البصيلة ويسيب الشعر يقع لوحده، لا المريض بيدخل الجلسة يخرج تماما مفيش أثر للشعر. احنا شايفين شعر موجود في أماكن طبعا غير مرغوب فيها، كل الأماكن اللي في الجسم ده قبل وبعد احنا شايفين. بالظبط. دكتور احنا شايفين الشعر مش كثيف، لا طب لو في كثافه اكتر برضو بيشيلها لي؟ لا طبعا، حتى لو كثيف ده احنا بس بنخلي المريض عشان يبقى سهل الرؤيه وسهل الميكانيزم يعمل شيفنج للمنطقه اللي تحت الابط، الحته اللي فيها شعر غزير بنخليه يعمل لها شيفنج بس حلقه مؤقته قبل الجلسه عشان خاطر نقدر نشوف منبت الشعر والتاثير يبقى قوي ونهائي. لكن المناطق دي بتبقى غزيره جدا، اي منطقه في الجسم بيتم ازاله الشعر تماما منها وامنه يا دكتور، وامنه جدا، ما فيهاش اي خطوره ولا بص حضرتك